مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة، شرح تفصيل عقد الدرر في الطرق العشر لنافع لفضيلة الشيخ محمد ابن الشريف السحابي. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة كل بدعة ضلالة. وبعد، فلازلنا مع شرح متن تفصيل العقد للعلامة المحقق المجود المقري أحمد بن غازي المكناسي رحمه الله، ولازلنا أيضا في فصل في باب الإدغام، وباب الإدغام فيه أحرف أكثرها موافقة للقراء جميعا، يعني من إظهار وإدغام، وبعضها انفرد بها هؤلاء العشرة، انفرد بها أحد العشرة. فكنا يعني ذكرنا آخر البيت وهو وما يعني ولأحمد بن قالوا نعارة، وليس الإظهار له بالإظهاري الأظهاري، وليس الإظهار له بالأظهاري، وأدغي من عدت لنجل جعفري. فذكرنا أن أحمد بن قالون ليس يعني من العشرة، وذكره الناظم قالوا تبركا يتبرك بهذا العالم الجليل، فذكره لأجل التبرك ولأجل التبرع تبرع به. ولما ذكر يعني أن أحمد بن قارون كذلك يعني في له الوجهان في عذت، ذكر أن الإظهار ليس له بالأظهر أي بالأمر الظاهر، بل له الإدغام، وليس الإظهار له بالأظهر. ثم قال وأدغي من عذت لنجل جعفري، نجل جعفر هو إسماعيل بن جعفر، النجل يعني الولد، لأن النجل هو الولد، لنجل جعفرين أي يقصد به إسماعيل بن جعفر أنه أدغم عدت. وذكرنا أنهما موضعان في سورة غافير وفي سورة الدخان، وهما من الاستعاذة أي طلب العون، الإعاذة هي طلب العون، استعاذة وهي الإلاذة، ألوذ بك أي أستعين بك، وأعوذ بك أي أستعين بك. فالإعاذة أعوذ بمعنى أستعين وألتجئ وأحتمي إلى الله تعالى من الشيطان الرجيم، إذا قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقوله تعالى وإني عذت بربي وربكم، هذا مؤمن آل فرعون الذي قال هذا الكلام وحكاه الله تعالى في القرآن، وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. فطلب الإعادة من الله. وذكرنا أن بعض يعني أهل اللغة قالوا عدت يعني لا يجوز يعني فيها الإدغام لأنها تتحول من معنى إلى معنى، وذكرنا يعني أن هذا الكلام غير صحيح، وأن يعني المعنى تبقى في سواء في من حيث الإدغام أو من حيث الإظهار.
أبو وإسماعيل بن جحفر الذي أضغم عدت أظهر فنبذتها اللي في سورة طه، وهي وأعوذ سواء، الذال عند التاء فنبذتها، والرواية تحكم ذلك، فأضغم عدت وأظهر نبذت، كما ذكر ذلك الإمام الداني في كتابه جامع البيان، لما ذكر عدت ذكر نبذت أنه قرأ بالإظهار. ذكر في هذين البيتين يعني أمرين أو لفظتين أو كلمتين، قال واركب لقاضيهم، يقصد بقوله اركب يا بني اركب معنا في سورة هود، واركب لقاضيهم الضمير يعود على العشرة، والمقصود به القاضي عن قالون، واركب لقاضيهم وعبد الصمد، يعني معناه أدغيم للقاضي ولعبد الصمد ولأبي الزعراء، أدغم لهم الباب من اركب في ميم معنا، اركب معنا. ومن أين أخذنا الإدغام؟ لأن في هذا البيت لم يذكر الإدغام، أخذناه من البيت السابق، وأدغم اللي عدت لنجلي جعفري، واركب أي وأدغم واركب أيضا، وأدغم واركب أيضا، فالإدغام يؤخذ من البيت السابق، واركب لقاضيهم، وهذا من الاختصار، واركب لقاضيهم وعبد الصمد، أيضا عبد الصمد العتاقي عن ورش، أيضا هو كذلك يدغم الباء باء أركب في ميمي معنا، واركب لقاضيهم وعبد الصمد ولأبي الزعراء أي عبد الرحمن بن عبدوس عن الدوري عن إسماعيل، أيضا أدغم باء اركب في ميمي معنا، وهي واحدة، لا يعني واحدة هنا الباء مع الميم في هذه اركب لفظة واحدة في القرآن، يعني قال واركب لقاضيهم وعبد الصمد ولأبي الزعراء، أي ولأبي الزعراء أيضا له الإدغام كالقاضي وكعبد الصمد، إذن هؤلاء الثلاثة لهم الإدغام كما ذكر الحافظ أبو عمرو في كتاب التعريف وفي غيره، فلهم الإدغام في يعني في ميم باء اركب في ميم معنا، اركب معنا، فيكون الميم مشددا والباء قد دخلت فيه، الباء قد دخلت في الميم فيكون الميم مشددا، وفيه الغنة اركب معنا، هذا هو الإدغام، والباء مع الميم يخرجان من الشفتين، فهما من مخرج واحد من الشفتين، فلهذا يعني صوغ الإدغام، أي الإدغام جائز يركب معنا، فيكون من مخرج واحد، والحرفان إذا كان من مخرج واحد فالإدغام فيهما حسن أو أحسن، إدغام فيهما لغة فهو أحسن، ولكن من أظهر كذلك له توجيه، لماذا أظهر مثلا يعني الذي أصحاب الإظهار ظهروا رأوا أن الباء شديدة، والميم بين الشدة والرخاوة، والأقوى لا يدخل في الأضعف، بما أن الميم الباء فيها شدة وفيها قلقلة، وهما صفتان من صفات القوة، فنظروا إلى قوة الباء وأن الأقوى لا يمكن أن يدخل في الأضعف في الميم، فأظهروا من هذه الناحية اركب معنا، وقلقلوا الباء لأن لا بد من قلقلة الباء لمن أراد أن يقرأ بوجه الإظهار، اركب معنا، هذا هو التوجيه من حيث اللغة ومن حيث هذا، والرواية تحكم ذلك، فمن أظهر فقد روى ذلك عن شيوخه، ومن أدغم فقد روى ذلك عن شيوخه، قال واركب لقاضيهم وعبد الصمد ولأبي الزعراء،
هؤلاء الثلاثة لهم الإدغام وجها واحدا، يعني ما عندهم خلاف فيه. ثم قال والخلفازيدي للمروازي، أي وزيدي الخلافة للمروازي، أي أبو نشيط عن قالون له وجهان، وجه الإدغام وله وجه الإظهار، فقاف له وجهان، اركب معنا، وكذلك له اركب معنا. لهذا قال والخلفة زيدي، أي زيد أيها القاري الواقف على هذه الحروف، زيد للمروازي الخلافة، أي الإظهار والإدغام. فوجه الإظهار ظاهر ووجه الإدغام كذلك ظاهر. وقد قرأ الإمام الداني على شيخه أبي الفتح بالإظهار كما في التعريف وفي جامع البيان، قرأ على أبي الفتح بالإظهار للمروازي، وقرأ على أبي الحسن بن غلبون بالإدغام، لكنه لم يذكر في التعريف قراءته على أبي الحسن، فذكره في جامع البيان، وذكر كذلك في كتاب الاقتصاد. وأما التعريف فلم يذكر فيه إلا أن يعني إلا أنه قرأ على أبي الفتح بالإظهار، بالإظهار فقط. وذكر الوجهين، يعني قال وقد قرأت على أبي الفتح بالإظهار، معناه أن له الوجهان الإدغام والإظهار، وإن لم يصرح بالشيخ الذي قرأ عليه الإدغام، فلهذا أخذنا له بالوجهين، أخذنا للمروزي بالوجهين الإدغام والإظهار، والمقدم عندنا هو الإدغام، المقدم عندنا هو الإدغام. وإذا أفردنا في رواية المروزي اللي قالوا لا نقرأ له إلا بوجه الإدغام، وهذا الخلاف ذكره أيضا الإمام الشاطبي، ذكر يعني اللي قالوا يعني الخلاف في قصيدة الشاطبية. إذن فالحاصل أن المروزي له وجهان، الإدغام والإظهار، فنأخذ له بوجه الإدغام. فإذا قرأنا العشرة، جمعنا العشرة وأتينا بالوجهين للمروزي، ولكن يبقى مع ذلك تقديم الإدغام، نقدم الإدغام ثم الوجه يعني المؤخر هو الإظهار. والناظم رحمه الله لم يرجح أحد الوجهين، ولكن الدرر لوامع قال والكثير أدغام، الكثير أدغام، أي الكثير عند الرواة قالون أدغاموا يعني يلهث وأدغاموا يركب، كثير أدغام. وهو لم يسكت عن ما ذكره صاحب الدرار، لم يسكت عن ما ذكره صاحب الدرار، لأن اصطلاحه إذا سكت فيعم الحكم الذي ذكره صاحب الدرار، يعم يعني الرواة الذين هم في التعريف في العشر. قال وركب لقاضيهم وعبد الصمدي ولأبي الزعراء والخلف زيدي للمروزي، للمروزي. ثم قال وثاء يلهث الدغام، وثاء يلهث الدغام، أي تدغم، الدغام الدغام، وثاء يلهث الدغام سليل عبد سين، أي الدغم يعني يلهث ذلك، ثاء يلهث في ذلك، والذال والثاء يخرجان أيضا من مخرج واحد، يخرجان من مخرج واحد، الذال والثاء، فيخرجان من رأس اللسان ومن رؤوس الثنايا العليا، فهما من مخرج واحد. فكان الإدغام صاغرا وكان الإدغام حسنا لغة. قال وثاء يلهث الدغام سليل عبد سين. قال وللجل الأصم، هنا ذكر أن أكثر يعني عن قالون لهم الإدغام في يلهث ذلك، يلهث ذلك يعني الكثير. إذن صاحب تفصيل العقد لم يذكر، لم يرجح، وصاحب الدرار رجح الإدغام في قوله والكثير أدغام، وابن غازي رجح كذلك في قوله وللجلي،
أي الجل هم الأكثر. الكثيرون عن رواة قالون أدغموا يلهث تاء يلهث في ذال ذلك. فالترجيح من الشيخين أي من صاحب الدرار وكذلك من صاحب العقد. صاحب الدرقار والكثير أدغم وصاحب توصيل العقد قال ولي الجلي الأصم. الأصم هذا يعني لقب لقالون قيل إنه كان يعني لا يسمع الأصم. وهذه الكلمة ليست سباه ليست سباه يعني في قوله الأصم ليس بسبين ليس بسبين لأن السب يعني هو يعني أن تذكر إنسانا بشيء قبيح. أما هذه خلقة الصمام خلقة والعمى خلقة. فكل ما كان من أمر الله وقدره وقضائه وذكرته لرجل فليس بسب لأن هذا من قدر الله وقضائه فليس بسب. إذا قلت الأعرج أو الأعمى أو الأصم فليس بسب. ولهذا الله قال في سورة في سورة عبس عبس وتولى أن جاءه الأعمى يعني يقصد به عبد الله بن أمي مكتوم. فما كان من الله سبحانه وتعالى بقضائه وقدره وذكرته أو لقبت به شخصا فليس بسب. وأما إذا ذكرته بشيء قبيح وليس من قضاء الله وقدره فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز في حق الناس. إذن ولهذا كثير من الرواة يعني يلقبون بما هو من خلقة الله فلا بأس أن تلقبه هذا. لكن لو أن الإنسان يغضب من هذا اللقب فلا يجوز لك أن تلقبه به. إذا كان يغضب من هذا اللقب فلا يجوز لك أن حتى لا تؤذيه حتى لا تؤذيه. إذا كان يغضب لا يجوز لك أن تلقبه به وإن كان من قضاء الله وقدره. لكن إذا كان الأمر عادي لا يغضب فيجوز لك يعني أن تقول له يعني أن تلقبه بما هو من قضاء الله وقدره. هذا من الأداب ومن الأخلاق يعني التي يحرص عليها المسلم يعني أثناء لقبه للناس. واللقب يعني وضعته العرب غالبا في الذم ليس في المدح. اللقب غالبا العرب وضعته في للذم. والكنية والكونة وضعته العرب للمدح. كونة وضعته العرب للمدح واللقب وضعته العرب للذم. أكنيه ولا ألقبه يقول أكنيه ولا ألقبه يعني أكني هذا ولا ألقبه. لأن اللقب عند العرب ذم وهو نوع من أنواع السب والشتم. وأما الكنية فهي مدح في حق المكنى أبو بكر أبو بكر أبو عبد الله أبو عبد الرحمن. هذه كنية وليست بلقب. فالأعمى هذا لقب وفيه تفصيل يعني كما ذكرنا. وإن كان العرب يعني وضعته للسب فالعرب إذا أراد أن تسب إنسان لقبته وإذا أراد أن تمدحه يعني كنته أي ذكرته بكنيته والكنية قد تطلق على ما هو مشهور ومعروف عند المكنى وقد يكنى الشخص وليس معروفا بهذه الكنية لأجل مدحه قد لا يكون معروفا بالكنية ولكن لأجل مدحه يقول له أبو فلان وهو ليس معروفا. لماذا؟ لأن الكنية كما ذكرنا هي للمدح والثناء عليه أي تعظيمه تقول له أبو فلان أو كذا.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كنا بأبي القاسم وأبو القاسم، هذه كنية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كنية به لأن ولده اسمه القاسم أبو القاسم وهكذا. إذن قال ولي الجلي الأصم، هذا يعني لقب، ولكن مع ذلك يجوز في هذا يجوز في حق من كان هو فيه أعمى. ويعني القالون قيل كان لا يسمع وكان سمعه ثقيلا، ولكن إذا قرأ عليه شخص القرآن يعني من خلال شفتيه ومن خلال تحرك شفتيه يعرف أنه قرأ قراءة صحيحة أو على خطأ. قيل هذه ما قيل، ولا قيل، وقيل إنه كان يسمع يعني القرآن الكريم، وإذا كان الكلام لا يسمعه كثيرا، وهذا حاصل في عدد من العلماء كان سمعهم ثقيلا، فإذا قرأ عليهم شخص القرآن سمعوه يعني بتحقيق، فإذا كان الكلام يعني لا يسمعون كثيرا ولا يفسرون الكلام، وهكذا يعني هذه منحة من الله سبحانه وتعالى لقارئ القرآن ولمستمعي القرآن ولمن يسمع القرآن، يكون الإنسان سمعه ثقيلا فلا يسمع الناس ولا يعني في كثير من كلامه، فإذا قرأ على القرآن يسمع الكلام جيدا، هذه منحة من الله لصاحب القرآن. على أي حال قالون كان هكذا لقبه وهو سمعه ثقيلا رحمه الله. زيد. وما بإظهاري يعذب من حرج ليوسف والآسر وابن فرج. قال وما يعذب، وما بإظهاري يعذب من حرج، أي لا حرج على من أظهر الباء يعذب في من الميم في من، وهي موضع واحد في سورة البقرة، يعذب من يشاء في سورة البقرة. أما باقي ما بقي من يعذب فجاء لا إدغام فيه، وهم خمسة يعذب ويغفر في القرآن خمسة، فبالرفع هذا لا خلاف عند قراءة نافع لأنه قرأ بالرفع، لكن واحد جاء مجزوما في سورة البقرة، هذا في خلاف بين العشرة. فذكر الناظم رحمه الله قال وما بإظهار يعذب من حرج، من حرج أو من، وما بإظهار يعذب من حرج، إذا كان من فالمقصود به الكلمة القرآنية يعذب من يشاء، وإذا كان من فهو حرف جر ولا يعني ليس بقرآن. وما بإظهار يعذب من حرج، إذا قلنا من جارة أي لا ضيق، الحرج هو الضيق والشدة والمضايقة، هذا هو الحرج، يعني الحرج هو الضيق، وسمي الحرج لأنك تجد في نفسك في قلبك في نفسك حرجا ضيقا، فيعني هذا هو الحرج، وكل ما يعني حرجك أو كذا أو ضاقت منه نفسك فهذا هو الحرج والضيق، هذا هو الحرج والضيق. ولهذا الله تبارك وتعالى رفع عن الأمة الحرج في الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق وشدة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر يسر، والأمة الإسلامية مرفوع عنها الحرج والضيق والشدة، وهي أمة اليسر وليست أمة العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الله تعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. فقال وما بإظهار يعذب من حرج، أي لا حرج على من أظهر يعني الباء يعذب من ميم من،
أي لا حرج، يعني لا ثقل عليه، لا ثقل عليه، فهي خفيفة، يعني إظهار الباء عند الميم خفيف على اللسان، ولا حرج فيها ولا شدة فيها، هذا معنى قول الناظم. فنفى الحرج عن من أظهر باء يعذب عند ميم من. قال: وما بإظهار يعذب من حرج أو من حرج ليوسف والأسدي وابن فرج، ليوسف عن ورش، والأسدي السريهاني عن ورش، وابن فرج أي ابن فرح. ابن فرح المغاربة يقولون له ابن فرج بالباء بالجيم، ابن فرج، ولكن الصحيح أنه بالحاء المهملة، نص عليه الحافظ الذهبي وغيره، يعني من أئمة الترجمة تراجم، فقالوا فذكروا بالحاء المهملة، قالوا هكذا ضبطه بالحاء المهملة. فلا أدري من أين أتى للمغاربة الجيم، لا أدري من أين أتاهم ذلك، لعلهم سمعوه من مشايخهم، أو لعل الناظم رحمه الله ذكر الجيم للوزن فتابعه المغاربة على ذلك، لأن في الوزن يعني يمكن هذا، يجوز هذا في الوزن، في الشعر يجوز، وتابعه المغاربة فقالوا ابن فرج، لكن الصحيح والصواب أنه ابن فرح، أحمد بن فرح المبصير. وما بإظهار يعذب من حرج ليوسفين والأسدي وابن فرج، أي وابن فرح. هؤلاء الثلاثة أظهروا باء يعذب من ميم من. وذاك كما ذكرنا أن الباء والميم يخرجان من مخرج واحد، فمن أظهر نظر إلى ثقل الباء وأن الباء أقوى لأن فيها شدة وفيها قلقلة، والميم ضعيفة أضعف من الباء، وقاعدة الإدغام أن الأقوى لا يدخل في الأضعف، بل الأضعف هو الذي يدخل في في الأقوى. ومن أدغم لم ينظروا إلى الأقوى، بل نظروا إلى اعتبروا المخرج. كيف؟ أن الباء والميم يخرجان من مخرج واحد، والحروف التي تخرج من مخرج واحد فيها الإدغام، فنظروا إلى اعتبار المخرج فقط، ولم ينظروا إلى أن هذا أقوى وهذا أضعف. نعم إذا كانت القوة شديدة وهذا لا يدخل، لكن قوة الباء في الشدة والميم فيها شدة بين الرخاء والشدة هو أقرب إلى الباء، وفات الباء فات 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 الميم بالقلقلة. فلما كان الأمر كذلك سوغوا الإظهار في يعني في إظهار الباء عند الميم في من يعذب. إذن من أظهر نظر إلى قوة الباء فلم يدخلها في الميم، ومن أدغم نظر إلى اعتبار المخرج، أي أن الباء والميم يخرجان من مخرج واحد، فاعتبروا المخرج ولم يعتبروا الصفة. قال: وما بإظهار يعذب من حرج ليوسفين والأسدي وابن فرج. بقي عبد الصمد فله الإظهار عن ورشين، له الإظهار عن ورشين. وما بقي مما لم يذكره الناظم رحمه الله له الإدغام في قوله يعذب من. فمن أدغم فالغنة حاصلة في الميم، يعذب من. أما الباء لم يبقى له أثر، فكانت الميم مشددة، والميم المشددة لابد من إظهار الغنة، يعني صوت خارج عن المخرج. الحروف التي تخرج من مخرجين هما الباء والميم والنون والتنوين، هذه الحروف وهذه تخرجان من مخرجين، كل واحد له مخرجان،
مخرج ذات الحرف ومخرج صفة الحرف، مخرج صفة الحرف. فتخرج من يعني مما يخرج منه يعني هذا، ولها مخرج من 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 الخيشوم، لها مخرج من الخيشوم. فالميم مشددة فيها الغنة، أولا تخرج من الشفتين، وأثناء خروجها من الشفتين تسمع صوت الغنة يخرج من الخيشوم، يعذب من. ولا بد للقارئ أن يركز على الغنة أن يخرجها من أنف ولا يخرجها من فمه. هناك بعض الناس يخرجون الغنة من الفم، يخرجون الغنة من الفم، فهذا كالذي يتنفس من فمه، هذا كالذي يتنفس من فمه. والتنفس من الفم ليس بطبيعي، وإنما التنفس الطبيعي هو يكون من الأنف. فإذا كان الإنسان أنفه مريضا فيرجع يتنفس من الفم، الغنة تخرج من الأنف. يعذب من. تركز على الغنة أن تخرج من الخيشوم أي من الأنف. وما بإظهاري يعذب من حرج ليوسفين والآسادي وابن فرج. هؤلاء الثلاثة هم الذين أظهروا هذه الكلمة المنفردة التي في سورة البقرة، وهي حرف الباء عند الميم. زيد. وبل وكل ذاك حكم الفارق ابن المسيب ثم الواسق. هذا الحكم انفرد به هؤلاء عن القراء السبعة وعن العشرة، فهي ممن فرد بها أصحاب العشر، وهي إظهار لام قل ولام بل عند الراء. وقل وبل للراء كحكم الفارط أي الإظهار، لأن هنا الآن نتكلم عن الإظهار. جي وما بإظهاري وقبله وما بإظهاري يعذب من حراج يوسفين والأسادي وابنه. وقل وبل للراك حكم الفاريط، الفاريط هو الذي سبق، لأن الفاريط هو السابق، الفاريط في اللغة هو السابق، الفاريط هو السابق. وقل وبل للراك حكم الفاريط أي السابق، فهمتي؟ هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم فرطون، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما زار المقابر، في حديث الموطأ وفي غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى زيارة المقابر فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا الموتى، إخواننا أننا قد رأينا إخواننا. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألسنا بإخوانك يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا من بعد، أنتم أصحابي وإخواننا هم الذين لم يأتوا بعد، ألسنا بإخواني؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فارقتهم على الحوض، أنا فارقتهم على الحوض أي سابقهم للحوض، الذي حوض الذي يشرب منه المؤمنون، حوض نهر الكوثر، وأنا فارقتهم على الحوض أي سابقهم إلى الحوض، فهمتي؟ الحديث طويل، ألا فلا يذادن رجال من أمتي عن الحوض فأقول ألا هلم يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضار، يدفع رجال من أمتي عن الحوض لا يشربون منه، تدفعهم الملائكة وكذا، كما يذاد البعير الضار، كما يدفع البعير الضار يعني العطشان الشديد العطشان.
فأقول ألا هلم ألا هلم، أي تعالوا ألا تعالوا ألا، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي لا تدري يا محمد ما غيروا من الدين، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما زالوا على العهد وعلى الدين، فهؤلاء الرجال الذين يذادون عن الحوض، أي يدفعون عن الحوض ويمنعون عن الحوض، هؤلاء قد غيروا، أحدثوا وغيروا في الدين. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ففي الموطأ فأقول فسحقا فسحقا، دعاء عليه. في الموطأ فأقول فسحقا فسحقا، أي دعاء عليهم لما غيروا وبدلوا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فسحقا فسحقا، أي كما في سورة الملك فسحقا لأصحاب السعير، فسحقا فسحقا، هذا هو الحديث الذي في الموطأ، وأنا فارطكم على الحوض. إذن الحاصل من هذا أن الفارط هو السابق. زيد قال وقل وبل للراء كحكم الفارط لابن إسحاق ثم ابن المسيب ثم الواسطي. ابن المسيب محمد بن إسحاق، و يعني الواسطي عن الحلواني، أظهروا اللام فقط من قل عند الراء وبل، عند قل وبل، فإذا اجتمع اللام في الراء في غير قل وبل أدغموا كسائر القراء، فأظهروا القاف اللام من قل وبل فقط، قل ربكم بل ربكم، قل ربكم بل ربكم، قل ربكم بل ربكم، اللام والراء يخرجان من مخرج واحد، الباء والراء، لا اللام والراء يخرجان من مخرج واحد، وزيد عليهم النون، النون ثلاثة، وهن الثلاث لقطربين، وهن الثلاث ذكرهما الشاطبي، هذا قول في يعني لقطربين وزيد، وهن الثلاث لقطربين ويحيى مع الجرمي قال وقولا، قال وقولا، القطرب ويحيى الفراء وعمر بن صالح يعني الجرمي رحمهم الله جعلوا الحروف الثلاثة، الأحرف الثلاثة تخرج من مخرج واحد، اللام والراء والنون، جعلوها تخرج من مخرج واحد، وغيرهم جعلوا اللام تخرج من مخرج والراء لها مخرج والنون لها، لكنها قريبة إلى بعضها جدا جدا، ولهذا جعلوا الصفات 14، يحيى القطروب ويحيى والفراء وكذا، جعلوا الصفات 14 ماشي 17، جعلوا مخرج ثلاثة من مخرج واحد، فجعلوا الصفات 14، وكلا يعني المذهبين صحيح، لأن في الحقيقة إذا ميزت أردت أن تميز الراء من اللام ومن النون، لا تكاد تميز بينهما في المخرج، لا تكاد تميز بينهما في المخرج، فما قاله هؤلاء الثلاثة هو يعني صحيح. إذن بما أن هذا إما أن اللام والراء يخرجان من مخرج واحد، أو إما أنهما يخرجان من لكل واحد منهما مخرج، ولكنه يعني قريب إلى صاحبه جدا، كان يعني الإدغام يعني حسن وأحسن، إدغام حسن، قل ربكم بل ربكم. لكن هؤلاء الرواة ابن المسيب عن أبيه إسحاق المسيبي، والواسطي عن أحمد الحلواني عن قالون، لهم الإظهار في كلمة قل وبل عند الراء، وقل وبل للراء كحكم الفارط، أي كالحكم السابق وهو الإظهار لابن المسيب ثم الواسطي، يعني أبو عون الواسطي عن الحلواني. وجه الإظهار لماذا؟ وجه الإظهار
أن الحرف المدغم قد زال، قد ذهب ولا يبقى له أثر. وقل فعل أمر، قل فعل أمر، والفعل لا يتركب إلا من حرفين فأكثر، ثلاثة أربعة يعني الفعل فعل. وبل كذلك حرفان، فإذا أدغمنا اللام، لام قل في الراء بقي يعني الفعل فيه ما فيه إلا القاف، وكذلك بل لم يبقى فيها إلا الباء. قالوا نظر لهذه القلة التي آل إليها الإدغام صوغ الإظهار حتى يبقى الفعل بحرفيه وبل أيضا بحرفيها، يبقى قل فعل بحرفيه وبل أيضا بحرفيها. هذا تعليل. تعليل آخر وهو أن اللام وإن دخل في الراء في قل، والباء اللام من بل دخل في الراء، فالحرف المدغم ما زال وإن دخل فيما يدغم فيه هو موجود. فبنوا على هذه العلة، وأن الإدغام وإن كان قد دخل الحرف في الحرف، فما زال الحرف المدغم ما زال موجودا. ومن أظهر نظر إلى أن الإدغام يعدم فيه وجود الحرف فيكون الحرف معدوما. فلهذا كان يعني الإظهار في هذه. وهذا كذلك في هل وبل يعني التي ذكرها الإمام الشاطبي، فبعض القراء أدغم هل وبل وبعضهم لم يدغمها، وبعضهم أدغم البعض وأظهر البعض. فمن أظهر نظر إلى قلة الحرف، ومن أدغم نظر إلى قلة، من أدغم نظر إلى التقارب، ومن أظهر نظر إلى قلة الحرف. فمما يعني يسوغ الإظهار قلة الحروف، فإذا كان مثلا الكلمة هي مبنية على حرفين، وإذا أدغمت لم يبقى فيها إلا حرفون، فهذا سوغ الإظهار. فإذا كانت الكلمة فيها حروف يعني متعددة فلا ضير أن تدغم. وهكذا وقل وبل للراء كحكم الفارط لابن المسيبي ثم الواسطي. في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.